رسميا التيار الديمقراطي سيكون في حكومة حبيب الجملي بزوز حقائب وزارية اللي هي العدل ليس فقط والإصلاح هذا. الإداري والوظيفة العمومية، لأنه احنا ما وصلنا أيضا أنه الوزير الداخلية من المفروض أن التيار الديمقراطي باعتبار أنه هو كان المعني بهذه الحقيبة من الأول أنه ستكون له أسماء وله حق الفيتو على وزير الداخلية مع إمكانية النظر في كتاب الدولة للأمن الوطني تكون أيضا من نصيب التيار الديمقراطي، وأنه بمقابل هذه الوزارة أيضا اقترحوا علينا على الأقل وزارتين أخرى، وزير يعني لدى رئيس الحكومة والنظر في كل باكج، يعني هو باكج كامل وليس مجرد أنك أنت تنتهي هنا. مكلف بشنو؟ وزير لدى رئيس الحكومة، يعني من بعد احنا نشوفه بأي ملفات يكون مكلف، لأنه هذا في الآخر بكل يرجع لتشكيل الحكومة عند إعلانها من قبل رئيس الحكومة، لأنه في الآخر احنا حابين الأطراف كلها إذا حبيتوا أنتم تخدموا البلاد نحطوا كل شيء على الطاولة ومرحبا بكم. طيب في الآخر الحقيبة الأخرى اللي تم عرضها عليكم محمد عمر؟ لا احنا ما عرضوش علينا، هذاك مش يرجع الاختيار للتيار الديمقراطي في الوزارات اللي بعد وزارة الداخلية، إذا كان هناك اختيار سيعود إلى التيار الديمقراطي بما يراه، يعني سواء كان مش عارف وزارة الفلاحة، وزارة التجارة، وزارة التجهيز، نجم تكون وزارة الرياضة، لأنه أنا قاعدين تويك ناس تحكي على وزارة الرياضة فضيحة، يعني على فما اسماء مقترحة راه مش في مستوى هذه الوزارة، اسماء يعني في المقترح الاسم المقترح لوزارة الرياضة فضيحة، اللي هو أحمد قعلول، يعني مش معقول اللي قاعد ساير، يعني بتحسوا انه كامبين كبير تلعب داخل الجمعيات الرياضيه، وحتى وديع الجري اصبح الفاتق الناطق داخل هذه الوزاره لتعيين من يراه مناسبا ويتماشى مع ميولاته. مش معقول اللي قاعد ساير. وديع الجري رئيس جامعه التونسيه لكره القدم بالنسبه ليك يحب يتدخل في تعيين الوزير القادم طبعا على راس وزاره الشباب والرياضه طبعا، هذا موجود وتقابل مع السيد راشد الغنوشي وقاعد يعمل في اللوبوينغ في الكواليس على اساس انه يكون وزير على المقاس. مش معقول هذه وزاره كلامك على الاستاذ احمد قعلول مش فيه نوع من التحامل؟ لا ما في، ما فيش نوع من التحامل. احنا كاتب دوله للرياضه لا كان تجربه في الحكومه لا ما قيادي من قيادات النهضه مش من اليوم، من فتره المهجر، اليوم عضو بمجلس نواب الشعب ومنتخب كيف كيفه. مش وكانك تتحامل شويه على احمد قعلول؟ لا مش نتحامل، احنا كنا السيده سامي عبو في 2014 عندما تم تعيينه ككاتب دوله وعرض الحكومه بتاعه، كان تقريبا كاتب الدوله الوحيد اللي حظي باقل اصوات ممكن رغم الحزام السياسي اللي موجود، وكانت عندنا ملفات قدمناها وعنده ملفات الان مع رؤساء جمعيات اخرى موجودين في القضاء، وعنده اشياء كثيره موجوده. يعني احنا لا نعتقد انه شيء صبغة الملفات هذه، ملفات انه تدليس وثائق، وفي رئاسة جامعة التايكواندو اعتقد هو كان في جامعة التايكواندو اللي موجودة ولا الكونغ فو ولا تحديدا مش عارف هي الجامعة بالضبط، لكن هناك كان في مشاكل كبيرة وكان جابوا ناس وعندي الوثائق كاملة، يعني الملف هذاك مطلع عليه جيدا وتحدثت فيه مدام سامي عبو وتحدثوا فيه ايضا الاخوة في حركة الشعب في الفترة يعني الماضية. بالنسبة لكم في التيار الديمقراطي لا سبيل إليه للقبول بأحمد قعلول على رأس وزارة الرياضة والشباب؟ أنت السؤال اللي سألتولي على أساس ما هي الوزارات اللي ممكن تكون، أنا أعطيت مجموعة من الوزارات، تحديت مثال على وزارة الرياضة اللي تم تعيين اسم عليها وكيف تم التدخل فيها. هذا اللي جبته، مش بالضرورة أن التيار الديمقراطي هو معني بوزارة الرياضة أو غيره، هذا يرجع المكتب السياسي لتحديد الأشخاص وتحديد إذا شاركنا في الحكومة. طبعا هي الكورة الآن مش عنا، احنا في الآخر بكل أثبتنا أنه لدينا رغبة جدية في الحكم وقدمنا ما لدينا، الكورة الحين عند حركة النهضة.